عروس مغربية تثير الجدل بفيديو زواجها من سعودي، رقص جنوني ومهر غالي. إليكم التفاصيل. تداول الرواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يوثق لحفل زواج عروس مغربية من سعودي بنوع من الانتقاد الممزوج بالسخرية، ويبدو أن العروس المغربية هي من نشرت المقاطع على حسابها بمنصة تيك توك لإغاظة قرينتها. الفيديو وثق قيام العروس بالرقص مع العريس وسط حضور العديد من الأشخاص الذين تفاعلوا مع الأغاني والموسيقى في الحفل، وبدت العروس سعيدة إلى حد الجنون خلال رقصها مع عريسها الذي ظهر وهو يرتدي الزي التقليدي. تعليقات: قال أحد المغردين: جمال ومهر وتكاليف أقل طبيعي يفكرون فيهن. بينما أضاف آخر: بالنهاية لكل إنسان رغبة، وهو ما لقى السعودية تقبل فيه طبيعي فكر بالأجنبية. فيما علق مغاربة على الضجة بالقول: يحسن عوانكم المشتق إلى فقح لصعب. وعلى الجانب الآخر استعرضت العروس أيضا مهرها الغالي كنوع من التفاخر، مما جلب عليها الانتقادات واسعة. وظهر في مقطع متداول استعراض أهل الفتاة العروس ليلة زفافها أقراط من الذهب والتي تعتبر مهر الفتاة، وتم تداول الفيديو على نطاق واسع نظرا لكثرة الأقراط الذهب التي قدمها الشاب السعودي لعروسه.